النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أن يتواكى مرضات للرب. أيوة السواك بالفن ومرضات للرب. نعم. والسؤال السؤال هل كل ما هو ينقي في الفن بأي وسيلة يدخل تحت هذا الفضل؟ نعم، لأن السواك ليس هو الأراك فقط، ليس هو العود الأراك فقط، السواك عملية السواك عملية التسوك إزالة الوسخ من على الأسنان، سواء بعود الأراك، سواء بفرشة أسنان مع معجون، سواء بعود أي شيء له فتلات، أي شيء له فتلات يزيل الوسخ. فالسواك ما يزال به الأذى عن الأسنان، فهمت؟ ليس عود الأراك فحسب، عود الأراك صنف من المساوئ.